هناك ضغوط متعددة إذا صحت التسمية على هذا المؤتمر، الكساد الاقتصادي الذي ربما يقبل عليه العالم. دعنا يعني ننتقل لنقطة أخرى في هذا الإطار، المظاهرات التي شهدتها اليوم الدوحة في بالنسبة للمنظمات الأهلية ويعني معارضو العولمة، ترى ما هو دورها في التأثير على الجلسات التي تعقد هنا؟ أنا أقول أن ما رأيناه هو ظاهرة صحية. أنا أذكر وأريد أن أذكر بأنني عندما حضرت المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للبنك الدولي، المؤتمر السنوي للبنك الدولي الذي عقد في تورونتو عام 75، كانت المظاهرات خارج الفندق وأنا لم نعرف ما هو السبب، وعلمنا فيما بعد أن هذه المظاهرات هي ضد العولمة. أنا أتكلم عام 75. هذا التعبير أنا أشير هنا إلى نقطتين صحيتين. أولا، سماح دولة قطر بهذه المظاهرات هو شهادة وظاهرة إيجابية. المظاهرات نفسها كتعبير سلمي عن الرأي هو حق مشروع. وأنا دائما أنتقد المنظمة وأقول أن عن المنظمة، قد سمعنا اليوم والحمد لله، أنا صرخت صار لي عدة سنوات وأنا أنادي بضرورة المزيد من الشفافية من المنظمة في نفسها. المنظمة تطالب الدول بالشفافية، على المنظمة نفسها أن تعالج الشفافية. وقد تكلم المدير العام للمنظمة مايك مور قائلا بأنهم قرروا أن يتخذوا كثير من الإجراءات ويأملوا أن هذا المؤتمر سيوافق عليها لإطلاق المزيد من الإعلام أو الإعلان أو عدم السرية أو الإفصاح، ما يسمى شفافية في معاملات وإجراءات ومستندات المنظمة هذه. للمناسبة أنا أقول أننا ابتداء من اليوم ولمزيد من الشفافية وبموجب اتفاق وقعناه مع المنظمة العالمية للتجارة أقمنا موقعا باللغة العربية عن المنظمة العالمية للتجارة ليعلن للقارئ العربي ولصانع القرار العربي كل ما يهمه من مستندات ومعلومات تتعلق بالمنظمة العالمية للتجارة لمزيد من الاطلاع. أنا أقول أن أيضا من أحد عيوب هذه المنظمة أنها لم تسمح للمنظمات الغير حكومية بأن يكون لها دور، وإذا أنت لم تسمح لمنظماتك الأهلية بأن يكون لها صوت بالداخل ستصرخ من الخارج. فبالتالي هنالك مسؤولية على المنظمة لتحتوي هذه الآراء المتباينة للمجتمع المدني والذي هي من حقه، كما احتوتها دولة قطر وسمحت لها بأن تسمع. وكذلك علينا أن ندرك بأننا عملية الإصلاح المطلوبة والتي تكلم عنها مايك مور، وأنا من سنين وأنا أطالب بإصلاح النظام الذي يحكم المنظمة للتجارة، هذه العملية للإصلاح يجب أن تتم، وإذا أصلحناها خفتت هذه الأصوات. إذن نحن بصدد منظمة منفتحة على العالم بشكل عام وعلى كافة الأعضاء بشكل خاص. ترى يعني هذه السياسة أو هذا المسلك الذي تتبع المنظمة، ما دوره في الوصول إلى صيغ توفيقية بين كافة الأعضاء وإطلاق جولة من المفاوضات؟ المنظمة الاجتماع هذا بدأت بسؤالك التفاؤل أو عدم التفاؤل. أنا الآن أكثر تفاؤلا من قبل ساعة. أنا جئت متفائلا لأن مجرد عقد الاجتماع كما قلنا قبل افتتاح الجلسة أن مجرد عقده هو انتصار. انتصار للمنظمة، انتصار للعرب، وانتصار لقطر. الآن أقول أن التوجه الذي سيسير والذي سيعلن عنه في جلسة العمل بأسلوب جديد، بتكليف وزراء أصحاب معالي من أصحاب المعالي، ما يسمى بأصدقاء الرئيس، أصدقاء معالي الرئيس القطري رئيس المؤتمر، تكليفهم بمهام معينة لحلها خارج الإطار التفاوضي الرسمي، مما يجعل إمكانية التفاهم الودي بتبادل الآراء أقرب. أيضا نجب أن نسمع أننا عندما سمعنا كلمة مايك مور وبعدها كلمة روبنز ريكوبيرو الأونكتاد ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة، كان الكلام واضحا بأن هنالك تهميش للدول النامية، بأن هنالك ضرورة لإدخال الدول النامية الصغيرة، وخصوصا أن أحدث 50 دولة دخلوا المنظمة كلها دول صغيرة فقيرة، أن تهميشها وضرورة إدخالها ضمن نظام التجارة العالمي
وقد أعطى مثال، أعطى مثال أنا دائما أستعمله، الأمين العام، أمين عام جامعة، أمين عام الأمم المتحدة سيد كوفي عنان، سيد كوفي عنان قال أن ما تصرف أوروبا لدعم الزراعة مما يقتل فرص تصدير المنتجات الزراعية من الدول النامية يعادل مجموع الدخل القومي للصحارى، للسب صحارى. أنا أقول أكثر من ذلك، أنه يعادل أكثر من نصف الدخل القومي للأمة العربية. السوق الأوروبية تصرف على دعمها الزراعي من خلال دعم الصادرات الزراعية ودعم المزارعين والتعرفة الجمركية على الواردات، تصرف ما يزيد عن نصف دخل الأمة العربية. هذا رقم خيالي، رقم الدخل القومي العربي كله في فقط في بند الدعم الزراعي. ايضا يجب ان ندرك بان الكلمات كلها التي وردت حتى نهايه الجلسه كلها اشارت الى الغبن الموجود وعدم التوازن في هذا النظام وضروره مساعده. وايضا نقطه اركز عليها دائما، لانه لا يكفي ان نقول ان هنالك ميزات للدول الناميه. هل تستطيع الدول الناميه الاستفاده من هذه الميزات؟ لا، لن تستطيع، اولا لعدم مقدرتها التقنيه، وثانيا لعدم توفر التمويل اللازم لمساعدتها. وقد أعلن المدير العام، وهذا شيء سعيد، وأنا كنت في أحد لقاءاتي معه قبل سنتين أو سنة ونصف، ركزت على أن ما تقدم المنظمة من دعم ليس جديا، ويجب أن تتعاون مع المنظمات التمويلية. وهذا ما حصل فعلا، ليس بسبب توصيته، إنما أقول أنني سعيد بأن الأصوات التي تمناها الجميع وأنا أحدهم تدل على أننا نسير بالاتجاه الصحيح لتصليح المسار. إذا الدول النامية تحتاج إلى أولا بناء قدراتها، وبالمناسبة نحن أيضا وقعنا اتفاقية مع إحدى المنظمات في سويسرا المنتمية إلى المنظمة العالمية للتجارة لبناء القدرات العربية في مجال التفاوض وفي مجال التطبيق. إذا لم تبني القدرات لتمكن الدول النامية من الاستفادة من المزايا، تكون النتيجة كما حصل حتى الآن، أن نلتزم بما علينا ولا نستفيد مما يمكن أن نستفيد به. نحن في قطر دائما لا نود الحديث عن أي جهد نقوم به في مثل هذه المناسبات، ولكن يعني ما تعليقك على ما جاء بشكل خاص في 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 حيثيات كلمة سمو الأمير وما سبقها من اجتماعات مكثفة مع السيد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية؟ يعني أنا شخصيا لاحظت أن هناك، كما ذكرت لك في بداية حديثي، أن هناك إصرار قوي وهناك إرادة سياسية قوية على ضرورة الخروج بنتائج إيجابية من هذا المؤتمر. ليس سرا أولا أن كانت هنالك محاولات لنقل المؤتمر من قطر. يعني أنا ما منزع سر، لأنه كان في الصحف القطرية، ومن حمد الله أن الإعلام في هذا البلد سواء كان المرئي أو المنظور يبلغنا عن كل شيء، وأنا كنت متابعا لهذه الأحداث، وكان هنالك إصرار من الإرادة السياسية بعقد المؤتمر، في حين أن دول رفضت، أن هنالك دول رفضت أن تكون بديلا لتخوفها من عدم قدرتها على حسن إدارة وتنظيم المؤتمر أولا، وثانيا على ترتيب الترتيبات الأمنية. هذا ليس سرا، وبالتالي فنحن نتكلم عن 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 عمل كبير جدا وهام جدا. هذا من أهم المنظمات العالمية، وهذا من أهم المؤتمرات الدولية. ما تم خلال السنتين من تنسيق، وأنا حضرت الكثير من الترتيبات واللقاءات التي تمت للتحضير على المستوى العربي. نحن سنواصل.